لمزيد من المتابعة ينضم إلي من موسكو يوسف بيجار مراسل الغد. يعني يوسف، روسيا سلمت واستكملت تماما تسليم منظومة الصواريخ S-300 لسوريا، هنا ماذا نفهم؟ ما هي الرسالة التي تريد روسيا أن تقولها لإسرائيل؟ الرسالة أعتقد أنها واضحة جدا. الكرملين نفذ وعوده، منظومة S-300 الدفاعية باتت في يد الجيش السوري، هذا ما أكده وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو بالأمس خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في روسيا، والذي عرض خلاله خطة تسليم هذه المنظومة. قال قبل يومين تم تسليم هذه المنظومة بالكامل المكونة من 49 قطعة بالإضافة إلى 4 منظومات للصواريخ الدفاع من نوع S-300. ربما التصريح الأهم لسيرجي شيغو هو أن الخبراء أو العسكريون السوريون سيبدأون التدريب على هذه المنظومة، وستمتد مدة التدريب لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى إمكانية توحيد منظومة الدفاع بين منظومة الصواريخ الجديدة S-300 وما يوجد داخل قاعدتي حميميم وترطوس. ربما هذا يقودنا لسؤال آخر، هل ستنفذ إسرائيل تهديداتها باستهداف منظومة S-300، خاصة وأن وزير الدفاع ليبرمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد توعد باستهداف هذه المنظومة؟ طيب يوسف، على ما تطأ شويغو الوزير الروسي قال أن تدريب وحدات طواقم سورية على هذه المنظومة الصاروخية الجديدة سيستغرق 3 أشهر، هل وضحت روسيا كيف ستتفادى أي هجمات جوية خلال الـ3 أشهر من التدريب لهذه المنظومة؟ بالفعل زميلي وائل، هنا اللغز، هل سيتمكن الخبراء العسكريون السوريون من استعمال هذه المنظومة في هذا الظرف القياسي، أم ستكون القيادة أو ستسلم القيادة للخبراء العسكريين الروس؟ هنا اللغز وهنا السؤال الذي يحير هنا الخبراء العسكريين الروس، ما مدى أو ما أهمية إرسال منظومة S-300 إلى الجيش السوري لحماية كما يقول الكرملين العسكريين الروس؟ وسينتظر الجيش السوري مدة 3 أشهر لإتقان استعمال هذه المنظومة، هذا يترك فرصة كبيرة وهامش للمناورة للتحالف بقيادة واشنطن وسلاح الجو الإسرائيلي باستهداف هذه المنظومة أولا، وكذلك بشن ومواصلة الغارات الجوية كما وعدت إسرائيل أنها ستستهدف بقايا تنظيمات أو عناصر التابعة لإيران وعناصر حزب الله وكذلك الجيش السوري والمنشآت السورية في الأراضي السورية. هنا السؤال يبقى قائما، نعم، هل سيستلم الجيش السوري إدارة منظومة S-300 أم أن العساكرين أو الخبراء الروس يستلمون هذه المهمة خلال الـ3 أشهر القادمة؟ شكرا جزيلا لك يوسف بيجار مراسل الغد، كنت معي من موسكو على هذه المعلومات.